إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، لازلنا مع الدروس المختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ونحن في هذا اليوم بإذن الله مع الدرس 11 من هذه الدروس، ويتعلق بوصول الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة، حيث وصل صلى الله عليه وسلم بعد رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر مليئة بالمعجزات والدروس والعظات، فوصل إلى المدينة وأقام في بداية أول أمره بقباء 14 يوما، وفيها بنى مسجد قباء الذي هو أول مسجد أسس على التقوى. ثم سار صلى الله عليه وسلم من قباء إلى موضع مسجده وبناء مسجده، وذلك أنه ركب راحلته وكان بيوت الأنصار وقبائل الأنصار كل منهم يحاول أن يأخذ بخطامها ليكون منزل الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن معناه وواقع الحال الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يتفق مع ما جاء في هذا اللفظ، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت إلى مربد تمر لغلامين من الأنصار فبركت فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم على ظهرها لم ينزل. ثم ما لبثت أن نهضت وسارت، ثم رجعت إلى نفس المكان فبركت فيه، فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ومتاعه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وذهب به إلى بيته لكونه أقرب أو من أقرب البيوت إلى موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طلب منه بعض الأنصار أن يكون ضيفه قال: أين رحلي؟ قالوا: في بيت أبي أيوب. قال: المرء مع رحله. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الغلامين الثمن فأبيا في أول الأمر، وطلب أن يقدماه لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فأصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يعوض أن يعوضهما الثمن. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بناء مسجده، وكان يعمل مع الأنصار والمهاجرين بنفسه، وبناه صلى الله عليه وسلم من الطين وسقفه بجذوع النخل والجريد، وبنى في جهته الشرقية بيوت نسائه، وكان في المقدمة بيت عائشة رضي الله عنها الذي فيه قبره الآن مع صاحبيه رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك وادع النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالمدينة من اليهود ليأمن شرهم وليكونوا عونا له في الملمات، لأنهم يعيشون في بلد واحد، وكان بالمدينة التي كانت تسمى يثرب ثلاث قبائل من قبائل اليهود، هم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، وكان بنو النضير وبنو قينقاع حلفاء للخزرج، وبنو قريظة حلفاء للأوس. فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم، ولذا لما قتل أحد الصحابة رضي الله عنه رجلا قد دخل في الإسلام، سعى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليستعين بهم على دية هذا القتيل، فأضمروا له شرا وكادوا يفتكون به، وذلك أنهم اتفقوا أن يقوم رجل منهم بحجر ثقيل ويصعد إلى أعلى السور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحته ومستند إليه، فيلقي عليه الحجر حتى يموت. فأخبره الوحي، أخبره جبريل، فغادر النبي صلى الله عليه وسلم المكان وبطلت المكيدة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في أحد الدروس القادمة. ومن الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة مباشرة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وذلك أن المهاجرين خرجوا من مكة، تركوا فيها أموالهم، وبعضهم ترك حتى زوجته وأهله، فجاءوا مجردين من كثير من الأمور الضرورية حفاظا على دينهم وإسلامهم. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، وذلك بأن يجعل لكل واحد من المهاجرين أخ من الأنصار يقاسمه المال، وحتى إذا كان له أكثر من زوجة فإنه يتنازل له عن إحدى زوجاته ليتزوجها المهاجري، حتى استقرت أمورهم وحسن حالهم واستغنوا عما وهبهم الأنصار من أموالهم. وفي هذه الفترة، أي في السنة الأولى، فرض الجهاد، فرضت شعيرة الجهاد، والجهاد فرض على ثلاث مراتب. في مكة
جاء قول الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان في مكة مرحلة دفاع عن النفس، إذا أحد أراد الاعتداء عليه كان هذا هو الجهاد. ثم لما وصلوا إلى المدينة نزل مرتبة ثانية أو مرتبة ثانية من الجهاد، وهي أن يقاتل المسلمون من يليهم من الكفار. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم شرع الله سبحانه وتعالى لهم مقاتلة الكفار كافة، فقال سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولذا سير النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لقتال الروم وهم في الشام. لما نفتح كتب السيرة نجد أن هناك بعوث وغزوات، فهناك غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، وهناك بعوث، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الفلانية، البعث الذي بقيادة فلان. فالفرق بين البعث والغزوة حتى يعرف معنى هذا المصطلح، أن البعث هو كل جيش بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أحد أصحابه، أما الغزوة فهو الجيش الذي يكون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت غزوة الفتح أو غزوة الخندق فاعلم أن قائدها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال التسمية. هناك غزوات صغيرة قبل وقعة بدر الكبرى، والتي سأعرضها عليكم إن شاء الله في الدرس القادم، وحصلت في رمضان من السنة الثانية للهجرة. لكن قبل تلك الغزوة المهمة كان هناك غزوات صغيرة وبعوث، فهناك غزوة الأبواء وبواط والعشيرة وبدر الأولى. ومن الأحداث المهمة في بداية العهد المدني تحويل القبلة من الشام إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي وفي بداية العهد المدني كان يصلي إلى الشام إلى بيت المقدس، ثم نزل تحويل القبلة إلى مكة. ولذا يوجد في المدينة مسجد القبلتين، وذلك أن رجلا من الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شرعت القبلة إلى مكة، فرجع فوجد هؤلاء يصلون إلى قبل الشام، فأخبرهم أن القبلة تحولت إلى جهة مكة، فاستداروا في صلاتهم واتجهوا إلى القبلة. وآخر هذه الأعمال التي شرعت في بداية العهد المدني هو فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية والرشاد في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.